عالسلامة، ان شاء الله تكونوا بكلكم الف صحة وبخير. اليوم كي العادة جيتكم بفيديو جديد وبوصفة جديدة. الوصفة هذه الحقيقة عملتها قبل في القناة، من المرة هذه قلت علاش لا خلينا نعملها لكم. الوصفة نتاع اليوم باش تكون زوز وصفات في وصفة. كما تشوفوا لنا عندي مكونات، باش نعمل شباتي المهدية وباش نعمل الشباتي العادي نفس العجينة. لنا بالنسبة للمكونات نستحقوا عندي 400 غرام سميدارتك، عليه 400 غرام فرينة. بالنسبة للفرينة النوع هذا اللي نستعمله من ليدل، ديما تعجبني برشا. ولنا عندي 3 مغارف كبار زيت زيتونة، مغرفة صغيرة متاع قهوة ملح، ومغرفة كبيرة متاع ماكلة سكر. نستحقوا الخميرة الفورية وإلا خميرة الخبز. ولنا عندي 350 مليلتر ماء. تو نبداو مع بعضنا في طريقة التحضير. تو باش نبداو مع بعضنا في طريقة التحضير. لنا كيما تشوفوا باش نحط كيس متاع الخميرة الفورية وإلا خميرة الخبز، باش نحطو على الماء ومعاه السكر. لنا ديما نحب اني نعمل الطريقه هذه، اولا باش نعرفوا اللي الخميره نتاعنا معناها صالحه للاستعمال ولا، وحاجه اخرى زاده الخميره نتاعنا معناها تتفاعل لنا. علاش نعرفوها لنا صالحه للاستعمال؟ على خاطر كي الخميره نتاعكم مثلا تحطوها مع الماء والسكر وما تعملش هكاك الفوليوم الدوبل، راه الخميره نتاعكم يا اما الصلوحيه نتاعها معناها وافيه، والا المفعول نتاعها معناها ما عادش صالح. لنا باش نخليها في عقلها تتفاعل. ولنا باش نحط السميد لارتب مع الفرينة، باش نحط معاه بالطبيعة الملح ونخليهم معناها بلوتون خلطهم بالباقي مع بعضهم. دونك كيما ريتو بعد ما حطيت الكمية نتاع السميد، لنا زادا باش نحط الفرينة. سبقوا اني قلت لكم حطيت 400 غرام فرينة، عليها 400 غرام سميد. وحاجة اخرى الماء اللي استعملته من المستحسن يكون دافي باش الخميرة نتاعنا معناها تتفاعل معناها فيسا. وكيف كيف زادا العجينة كي نعجنوها بالماء الدافي طوعنا اكثر وتعطينا ريزولتا احسن من الماء البارد. لان الفرينة نتاعي غربلتها، مستحسن نغربلوها مش كان فما حاجة ولا حاجة تتنحى. وكيف كيف زادة حتى كي نجيو نخدموها معناها تبدأ سهلة على الاخر على خاطرها مغربلة. انا حطيت الملح كيما قلت لكم، حطيت مغرفة صغيرة متاع قهوة ملح. باش نحط زادة زيت زيتونة، استعملت 3 مغارف كبار زيت زيتونة. وبالطبيعة انتم كان تحبوا الزيت النباتي تنجموا تستعملوا. الحقيقة لنا ديما في الحاجات هذوما التونسية نحبذ اني نستعمل الزيت زيتونه، لان هكا باش نقعد نبسسهم بالباهي بالزيت، ومن بعد باش نضيف لهم الماء الكميه الكافيه نتاعهم. تو كيما تشوفوا هذه الخميره نتاعنا بعد ما تفاعلت لي، لان باش نحطها والا باش نضيفها على الخليط نتاع السميد والفرينه. ولنا باش نقعد نخلط والا نمزج في المكونات الكل مع بعضهم. على فكرة الخبز اللي تعجن وإلا نعمله بالسميد راه يستحق ماء أكثر برشا من الخبز اللي تعمل بالفرينة كهو. هذاك علاش في المرحلة هذه باش نقعد كل شوية نزيد في الماء ونعاود. وبالطبيعة انتم عينكم ميزانكم، فما نوع متاع فرينة وإلا نوع متاع فرينة وسميد يشربوا برشا ماء وإلا برشا سوائل، وفما نوع زادة ما يشربش. أو تعينكم ميزانكم، ينتحصلوا على خليط يبدأ متماسك وماهوش يتلصق في اليد، وقتها العجينة متاعنا تكون حاضرة ونحطوها ترتاح. انا كي بريت هذه العجينه نتاعي كل شويه باش نقعد نزيدها في الماء بشويه بشويه حتى لين نتاكد اللي ما عادش فما حتى طرف معناها ماهيش مبلوله والا ماهيش مخلطه مع الخليط الكل. نقعدوا نعجنوها بالبي. وعلى فكره الخبز نتاع الشباتي بصفه عامه راهو يستحق برشا عجنان. انتم كان عندكم العجانه او كتحطوه معناها تحطوا المكونات الكل مع بعضهم وتعجنوهم، والا كان باش تعملوا باليد كيفي راهو يحب لها برشا عجنان. كيما لنا قعدت بريسك من ربع ساعة لأربع دراج نعجن فيها بالباهي حتى لين تحصلت على قوام القوام اللي حاجتي بيه معناها في الخبز. ولنا العجينة نتاعي باش نقعد كل شوية نزيد فيها بشوية بشوية الماء، باش نقعد نعجن فيها بالباهي ومن بعد نوريكم القوام اللي تحصلت عليه. وتو كيما تشوفوا هذه العجينه نتاعنا اللي تحصلت عليها. لنا كيما تشوفوا الكميه نتاع الماء بريسك 350 مليلتر استعملتها الكل، جوست ناقصه شويه معناها ما استعملتهاش، بريسك من 340 ل 320. وهذه العجينه اللي تحصلنا عليها، لنا نقلتها على الرخامه باش نخدمها معناها على راحتي، خاطر العجينه اللي نخدموها مثلا في شقاله والا في الصحفه اللي خلطنا فيها مناش باش نخدموها على راحتنا والا مناش باش نعركوها. تو العجينه نتاعي باش نخليها ترتاح لمده نص ساعه في بلاصه سخونه ومن بعد نرجع لها.
دونك كيما تشوفوا هذه العجينه نتاعنا بعد ما خليتها ارتاحت نص ساعه ما شاء الله الفوليوم نتاعها ولا الدوبل، ولنا قعدت لي نص ساعه بالضبط على خاطر كيما تعرفوا الطقس سخون معناها العجينه في ساعه باش تخمرنا وفي ساعه باش نتحصلوا على القوام المطلوب. تو العجينه نتاعي باش نقسمها على اثنين، كيما قلت لكم من الاول بالكل معناها في اول الفيديو اني باش نعمل زوز وصفات في وصفه، وصفه الشاباتي المهديه ووصفه نتاع الشاباتي التونسي، لان العجينه نتاعي باش نقسمها على اثنين، واحده باش نخليها للشاباتي المهديه والاخرى باش نخليها للشاباتي التونسي. لان العجينه هذه باش نخليها على جنب ونحاول اني نقسمهم معناها يكونوا متساويين بالضبط باش يجيونا معناها ما تجيناش كونتيتي اكبر من كونتيتي. مثلا باش نعملوا ثلاثه خبزات نتاع شاباتي مهديه والا ثلاثه عجين ثلاثه كعبورات من عجين شاباتي المهديه كيفهم زاده من الشاباتي العادي. لان كيما تشوفوا شطر العجينه الاولى خديت لها والا حطيت فيها مغرفه صغيره فاح نتاع خبز باش نقعد ندخل في الفاح نتاع الخبز هذاك بالباهي في وسط العجينه. لان العجينه هذه اللي زدت فيها الفاح نتاع الخبز هي اللي باش نعمل بها الشاباتي العادي. كما تعرفوا الشاباتي الفيحة نتاعو الفاح نتاع الخبز، وبالنسبه للفاح نتاع الخبز اللي ما يعرفش شنو موجود فيه يتكون من سينوش حبه حلاوه بسباس وجلجلان، هذا هو الفاح نتاع الخبز. نجموا مثلا كان مش متوفر عندكم ولا حاجه نجم كل حاجه تاخذوا منها شويه وتخلطوا مع بعضهم وتكونوا الفاح نتاع الخبز. لان بعد ما تاكدت الخبزات نتاعي والا العجينه نتاعي معناها كلها تفوحت لي وألا بكلها تجنست، قسمت الخليط وألا العجينة نتاعي على ثلاثة كما تشوفوا كعبورات، وبتبيع الخليط الآخر خليته على جنب معناها غطيته بمنديلة باش ما يتعرفش الهواء وما يكونناش كي القشرة. لنا باش نشكل الخبز وإلا الخبز الشاباتي كما تشوفوا ناخذ العجينة نبسطوها بالباهي معناها من الفوق ومن اللوطة وما نساوي شكل فارينة نحطوها معناها باش الخبز معناها يتحللنا في راحته وفي عقله، وكيف كيف زادا ما يبداش معناها كاسح ويلصقنا في طاولة العمل وإلا في البلان دو ترافاي. على جنب المقلة نتاعي حطيتو يسخن ديريكت توا حطيتو على المقلة باش نطيبو على نار متوسطة، وبالطبيعة ما نساوش اكل معناها نعملوه بالفرشيطة. لنا كيما تشوفوا الخبزة نتاعي باش نقلبها وكيما تشوفوا فيها خديتك التحميرة المزيانة. على فكرة الخبز ماذا بينا نقبوه بالفرشيطة باش يتيبلنا معناها من الوسط ما يبداش شكل لي ني ولا حاجه من داخل، ننقبوه باش يتبنى في عقله. لنا في الاثناء كيف حضرت الخبزه الثانيه كالعاده نحطوا الفرينه من الفوق ومن اللوطه ونحاولوا نحلوها بالباهي. في الاثناء زاد الخبزه نتاعي قاعده تيب كما تشوفوا فيها خديتك التحميره المزيانه، ونورمالمون في المرحله هذه معناها الخبز نتاعنا طيب، جست هكا نزيدوه شويه اكاهو. بالنسبه اللي يحب الخبز نتاعو مثلا فيها كل المطعم معناها يبدا اغمق شويه والا فيه مطعم هكا كيما الشباتي نتاع البرا نجم يزيد يخليه اكثر من هكا. لنا كيما تشوفوا الخبز نتاعي على الجنبات كيما كنت لاحظوا فيهم معناه مازال وكل بيض ماهمش معناه واخدين التحميره المزيانه، نقعدوا من عشيرتين معناها ننزلوا عليهم بالفرشيطه باش يتيبونا زاده كيف ما تقعدش معناها شيره طايبه وشيره لا. ديما الجنبات ماذا بينا نحاولوا نطيبوهم زاده كيف هما والخبز الكل باش ما يبداوش معناها الجنبات نتاعنا ماهمش طايبين. ولنا باش نكمل الخبزات نتاعي بنفس الطريقه ومن بعد نرجع نوريكم شنو باش نعمل. بالنسبه للفارس نتاعي لنا حضرت عندي شويه بطاطا مقليه لنا قليتها، عندي شويه تن عظم مسموط، عندي زيتون اخضر وذا الجبن مثلثات بالطبيعه نتوما تستعملوا شنو تحبوا، وبالطبيعه ما نساوي شهريستنا التونسيه اللي ما تغيبش على الحاجات البنينه هذا. كما تشوفوا باش نتعداو مع بعضنا التحضير الشاباتي المهدية. على فكره الوصفه هذه خليتها لكم في القناه جوست هكا رابيل بسيط بالنسبه اللي يحب معناه يعمل وصفتين في وصفه، او عملت لكم الفيديو هذا. لنا العجينه نتاعي كما تشوفوا باش نقسمها على اجزاء متساويه، لنا باش نعمل ثلاثه خبزات من الشاباتي المهديه كيف ثلاثه من الشاباتي العادي. بالطبيعه نتوما حسب الرغبه، مثلا كان عائلتكم والا كان فما شكون معناه يحب شاباتي مهدية او كل واحد تعملو حسب الرغبة نتاعو. لنا عملت هكا بالتساوي معناه كل واحد ياكل كعبة منا وكعبة منا. وتو باش نوريكم طريقة تشكيل الخبز.
كما تشوفوا هذه الخبزه نتاعي قعدت نحل فيها بالقلقال لان نقعد نتبعوها حتى لين تجينا خبزه معناها مدوره بالبي. بالطبيعه ما نساويش الفرينه من الفوق واللوطه باش الخبز نتاعنا معناها يتحل ويجينا سافا. انا شفتها هكا تويتها معناها على اثنين باش نشوفها اسكو تجيني سافا ولا لا. جاتني سافا. تو باش نحط الفارس اللي قلت لكم عليه من بكري لان باش نحط الهريسه. وبالطبيعه الحاجات هذوما تقعد لكم حسب الرغبه، اما للامانه راه الوصفه الاصليه تجي فيها هريسه عظم مسموط جبن وطن المعدنوس والبصل. في الوصفه هذه راهو ما يجيوش. انتما كنت تحبوا اذا كنت تحبوا مطعم المعدنوس والبصل تنجموا تزيدوهم. وبالطبيعه كل واحد وحسب الرغبه نتاعو. لان بعد ما حطيت الهريسه باش نحط العظم الطن الزيتون وحاجه اخرى زاده في الوصفه الاصليه يحطوا الزيتون لان هكا كاضافه. حبيت نحط شويه بطاطا مقليه وكيف كيف زاده ما نساوش الجبن المثلثات. راهو نتوما تنجموا تستعملوا اي جبن متوفر عندكم واللي تحبوا عليه. لنا جبن مثلثات هكا حبيت نحطه خاطر يعجبني المطعم نتاعو ويفكرني بالمطعم تاع الجبن تاع تونس. ولنا بعد ما كملت حطيت الفارس نتاعي الكل الخبزه والا العجينه نتاعي باش نحطها معناها على اثنين. ولنا ناخذ بالفرشيطه كيما نقولوا نسكرها بالباهي باش الخبزه نتاعنا ما تتعلناش في وسط التياب. كيما تشوفوا جنبات الكل نحاولوا نسكرهم بالفرشيطه وديريكت نحطوها على مقله سخون. مستحسن نتوما كان عندكم المقله نتاع الملاوي اللي يبدا هكا فيه هكا كل الاشكال معناها تنجموا تحطوا فيه يجيكم زاده مزيان على الاخر وبنين. لنا حطيت في مقله عاديه. وبالطبيعه باش نكمل الخبزات نتاعي الكل بنفس الطريقه. العجينه معناها نحلها ما نساوش بالطبيعه الفرينه ونقعدوا نحلوها على شكل دائري ومن بعد نحطوا الفارس نتاعنا. هنا كما تشوفوا حضرت كارتين والا زوز خبزات من الشاباتي المهديه. واحده كما تشوفوا في الشطر التياب واحده دوما حطيتها. وما نساوش ديما القاعده والا القعر نتاع الخبز زاد كيف كيف نخليوه يطيب بالباهي. هنا كما تشوفوا الجنبات نتاع الخبز وين عملناهم بالفرشيطه ما نساوش ان نطيبوهم والا نطيبوهم بالباهي على خاطر ديما السخانه ما توصلهمش بالباهي. كما ريتو دي الحاجه اللي حكيت لكم عليها معناها الخبزه لازم نحطوها على قعر باش تطيب بالباهي. وعلى فكره لان الغاز حطيته على نار متوسطه مش قويه برشا ردوا بالنا على خاطر واحد يبدا مثلا يد في تحضير العجين ويد الاخرى في الخبز معناها قاعد يطيب فيه راهو فيه ساعه ما يتحمر وينجم حتى يتحرق لكم. هذاك علاش لازم نحطو النار متوسطه. ان الخبزه نتاعي زاد كيف كيف باش نقعد ان نعملها بالفرشيطه على الجنبات على خاطر ديما كيما تشوفوا فيها البارتي هذيك تكون ماهيش محمره معناها بالباهي والا كمي الفوق. ولنا بتبيع الخبزه نتاعي باش نخليها والا باش نطيب عشيره الكل من الفوق ومن اللوطه وكيف كيف من القعر نتاعها كيما تشوفوا لنا. وبتبيع انتم كان باش تستعملوا مثلا جبن موتزاريلا جبن ايمونتال والا اي نوع نتاع جبن مثلا يذوب تخليوا الخبزه نتاعكم معناها تيب في عقلها بالباهي حتى بين الجبن معناها من الداخل يذوب وكيف كيف الخبزه نتاعكم زاده تبدا طايبه ما تبداش في الوسط نيه. تو باش نكمل الخبزه نتاعي الكل بنفس الطريقه ومن بعد نرجع لكم. بعد ما كملت حضرت الشباتي المهدية لنا باش نتعدى ونحضروا الشباتي مع بعضنا. لنا كما تشوفوا الخبز قسيته بسكينه مستحسن تكون سكينه خبز اللي تبدا من شار. لنا كما تشوفوا ما شاء الله طايبه بالباهي. لنا باش نحط فيها الفارس لنا باش نحط هريسه. الحقيقه ما حضرتش اومليت للشباتي. انتم كان تحبوا معناها تنجموا تحضروا اومليت تعملوا اومليت معناها على قد والا على كبر الشباتي نتاعكم. لنا باش نحط هريسه جبن الفارس معناها اللي حطيتها في شباتي المهديه هي نفسها باش نحطها في الشباتي هذا التونسي. وبالطبيعه الحاجه هذه تقعد لكم حسب الرغبه كيف كيف تنجموا تزيدوا بصل ومعدنوس انتم والحاجه اللي تحبوها تنجموا تزيدوها. لنا كيما تشوفوا هذه الشباتي نتاعنا بعد ما حطيت الفارس نتاعها الكل لنا زدت العظام المسموط البطاطا المقليه التن الزيتون وبهكا يكون الشباتي نتاعنا حضر. الشباتي التونسي والشباتي المهديه كيف كيف
هذوما الوصفات نتاعنا بعد ما حطيتهم في طبق التقديم. ما نحكي لكمش على البنة كيفاه جاوني، ما شاء الله الريحه بنينه، حسيلو كليت منهم الزوز وعجبوني على الاخر. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ونلت ريداكم، وتبقى لي كان باش نقول لكم بالسلامه، وان شاء الله ملتقانا في وصفات اخرين.